نظم النادي الرياضي للكهربائيين بالجرف الأصفر مساء يوم الخميس الماضي بمدينة الجديدة الحفل السنوي الختامي للموسم الرياضي 2017-2018 بحضور أطري ومستخدمي المحطة الحرارية للجرف الأصفر التابعة لشركة طاقة المغرب وعدد من العمال المتقاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحفل كما جاءت العادة كيتكلف النادي الرياضي الكهربائيين الجرف الأصفر بتنظيمه سنوياً كيجمع ما بين الاحتفال ببداية الموسم الرياضي الجديد كما اللي كنبداو في هذا الوقت هذا ديال شهر ديسمبر من كل عام تقريبا، وفي نفس الوقت الاحتفال بالحجاج ديالنا الميامين والناس اللي روتريتي ديالنا كيكون واحد التكريم ديالهم بالتذكارات اللي كنقدموهم لهم. باسم اعضاء المكتب المسير النادي الرياضي الكهربائي الجرف الاصفر كنتقدم الشكر لجميع اعضاء النادي وعلى راسهم السيد عبد الاله الركراكي على المجهودات ديالهم الكبيره اللي تنظيم هذا الحفل السنوي اللي كيتنظم كل سنه والمجهودات الجباره ديالهم على الانشطه الثقافيه والرياضيه على طول السنه. وايضا باسم النادي كنتقدم الشكر لاداره المؤسسه وجميع المستخدمين والعمال ديال المحطه الحراريه اللي لباوا الحضور، وكان هذا العام كان الحضور ممتاز ونتمنوا هذا يكون دائما كل سنه يكون الحضور بنفس القيمه اللي كان اليوم. وشكرا. وعرف الحفل الذي افتتح بكلمات ترحيبيه لرئيس النادي الرياضي للكهربائيين وممثل العمال ورئيس مصلحه الموارد البشريه بشركه طاقه المغرب تكريم بعض المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد هذه السنة، بالإضافة إلى تكريم حجاج بيت الله الحرام وجميع عمال ومستخدمي المحطة الحرارية. كما عرف هذا الحفل أيضا تتويج التلاميذ من أبناء عمال الشركة الحاصلين على أعلى المعدلات في أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بجوائز تقديرية. واختتم الحفل الذي كان ناجحا بكل المقاييس بتكريم خاص لعائلة المستخدم المرحوم إبراهيم النويني الذي وافته المنية في حادثة شغل قبل أشهر قليلة.